نقلي اغنيه لصفاء الصعود واغنيه لعفاف راضي وتقول لي الاقرب ليك ايه وتغنيهم. انا والله انا عارفه انه بعد المرحله دي ما فيش مجال لا للتنافسيه ولا للغيره الفنيه، كل واحد. لا انا عمري ما كنت وكل كده خالص. انا عارفه، بس كمان خلينا نقول كل اسم من الاسماء دي خلاص هو عنده تاريخه في المنطقه بتاعته. يعني انا اذكر لعفاف عشان كانت مراتي برضو بتسمع، وعفاف صديقتي طبعا، واحنا عائليا مترابطين او بنتزاور يعني. فكان في عندها اغنيه امشي عنه روح للدب لانه امشي عنه روح للدب لانه دي كبيره وتستحمل عنه. او التانيه كمان هي تا 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 واحد اتنين تلاتة انت تمشي ويايا وستين تا 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 حاجة كده.